عبر الهاتف الدكتور محمد أسامة الجبان، رئيس جامعة دمشق. دكتور أسامة يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا أستاذ زين. تحياتنا إليك أول شيء. بدنا نبارك دكتور أسامة لهذا الإنجاز، يعني جامعة دمشق اليوم قديش نحن مبسوطين لما منشوف أنه هي ارتقى تصنيفها أكثر من 386 مرتبة، مبروك. الله يبارك فيك، حقيقة جامعة دمشق وصلت لأحسن تصنيف لها في تاريخها منذ صدور تصنيف الورلدوميتريكس اللي كان بلش في 2004. قدرت تحقق جامعة دمشق هذا العام أعلى قفزة لها، وهي تقريبا بحوالي 400 درجة تطورت لنصبح بالمركز 3108 من أصل 31,000 جامعة عالمية موجودة بهذا التصنيف. يعني جامعة دمشق هي من ضمن 10% الأوائل. طبعا هذا التحسن بالتصنيف كان نتيجة عمل ومتابعة تم منذ عام، إحداث مكتب خاص لمتابعة تصنيف جامعة دمشق، تطوير ونشر الأبحاث العلمية المميزة وخصوصا بالمجلات العلمية المحكمة عالية المستوى العالمية. هذا أدى إلى ارتفاع نشر طلابنا وطلاب الدراسات العليا والأساتذة الباحثين في جامعة دمشق ضمن المجلات العلمية العالمية المصنفة وفق سكوبس وبمستويات عليا، أدى ذلك إلى رفع التصنيف بشكل سريع. طبعا لدينا خطة عمل كاملة لهذا الموقع رغم هذا التحسن الكبير، جامعة دمشق تستحق أفضل منه وسنسعى إلى ذلك. هناك عمل دؤوب ابتدأ منذ صدور التصنيف الماضي، منذ حوالي أسبوع ابتدأنا بالعمل والتحضير لزيادة ورفع التصنيف ومتابعته. طبعا جامعة دمشق موجودة مع معظم الجامعات السورية وفق تصنيف الورلدوميتريكس، وكانت الأولى وبمسافة بعيدة عن أقرب الجامعات القريبة لها، ولكن جامعة دمشق أيضا موجودة بتصنيفات عالمية هامة جدا مثل تصنيف الـ QS. تصنيف الـ QS وهو تصنيف علمي بحثي يعتبر من أهم التصنيفات العالمية. نعم. جامعة دمشق هي الجامعة السورية الوحيدة الموجودة بهذا التصنيف، الوحيدة وفق المستوى بين 1200 ل 1400. جامعة دمشق هي الجامعة السورية الوحيدة الموجودة فيه. هناك خطة عمل للدخول لبقية التصنيفات العالمية الهامة جدا. نعم. مثل تصنيف التايمز وتصنيف شنغهاي إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية. قديش بيكبر قلبنا دكتور أسامة لما نسمع هذا الحكي، وأكيد هذا الكلام ما كان رح يكون موجود لولا جهودكم الجبارة اللي أنتم حضرتكم عم تبذلوها. طبعا هناك للأمانة هذا ليس عمل شخص واحد، هناك فريق عمل أكيد، فريق عمل من جامعة دمشق وجلهم من جيل الشباب المميزين. نعم. اللي هن أمل هذه الجامعة وأمل الوطن، يملكون قدرات عالية جدا ومهارة مميزة جدا. نعم. طلابنا مميزين، طلاب الدراسات العليا مميزين، وهناك فريق عمل من الشباب يعمل لرفع تصنيف جامعة دمشق. نعم دكتور أسامة، حضرتك هلا عم تقول الطلاب، أنت إلك مني هلأ من الطلاب رسالة، عم يناشدونا آلاف الطلاب أنه هل يوجد حسب علمك هي السنة دورة تكميلية لإلهم؟ كل الاحتمالات معروضة للدراسة. نعم. نعم. يعني في تفاصيل ممكن تعطينيها أكثر دكتور أسامة؟ هذا الأمر يدرس بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحيكون هناك حتما دراسة لدراسة المعطيات التي تنتج بعد انتهاء عمليات تصحيح النتائج وإصدار النتائج وتدرس، وسيتخذ القرار، ودائما وزارة التعليم العالي تأخذ القرار في مصلحة الطلاب. ما إن شاء الله القرار عم يدرس إن شاء الله. كل الخيارات مفتوحة إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، ألف عافية. شكرا لك دكتور. يعني بالرغم من كل الظروف الصعبة نحن عم نمر فيها ومنشوف هذا التفوق العلمي لسوريا، فنحن أكيد بنفتخر وبيكبر قلبنا بهذا الكلام. أما بالنسبة لموضوعنا الأساسي، هل يوجد دورة تكميلية هاي السنة للطلاب طلاب الجامعات؟ أكد الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق أنه كل الخيارات مفتوحة، عم يتم دراسة كل الأمور كل المقترحات، ونحن عم نحاول دائما نوصل صوت اخواتنا الطلاب على امل الاستجابه وعلى امل انه تكون الدراسه ايجابيه، ونبشركم قريبا بدوره تكميليه لكم. فاصل ونرجع تنكمل باقي الاخبار.